السلام عليكم، معكم ماريو. موعدكم مع البرنامج الأكثر جرأة اللي غادي تحكيو وتسمعوا فيه أغرب القصص من وسط المجتمع المغربي. ألو ماريو، من 2 للجمعة 11-12 ديال الليل على شادا FM. السلام عليكم، معكم ماريو. موعدكم مع البرنامج الأكثر جرأة اللي غادي تحكيو وتسمعوا فيه أغرب القصص من وسط المجتمع المغربي. ألو ماريو، من 2 للجمعة 11-12 ديال الليل على شادا FM. إذن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، مرحبا بكم في حلقة جديدة في ألو ماريو من دابا حتى 12 ديال الليل على شادا FM. السلام عليكم، معكم ماريو. موعدكم مع البرنامج الأكثر جرأة اللي غادي تحكيو وتسمعوا فيه أغرب القصص من وسط المجتمع المغربي. ألو ماريو، من 2 للجمعة 11-12 ديال الليل على شادا FM. السلام عليكم، معكم ماريو. موعدكم مع البرنامج الأكثر جرأة اللي غادي تحكيو وتسمعوا فيه أغرب القصص من وسط المجتمع المغربي. ألو ماريو، من 2 للجمعة 11-12 ديال الليل على شادا FM. معنا نور الدين، 25 سنة، من مدينة سطات. مرحبا بك خويا نور الدين. خويا نور الدين، قول لي، القصة ديالك هي قصة عبارة عن سحر وشعوذة حتى وليتي كتموت وكتبغي واحد البنت. عاود لي من الاول اخويا نور الدين، هاد القصه هادي كيفاش بدات؟ مو بحال ديما جي من لافاك، جي انا واحد الدري عشيرش، حطنا الطوبيس في التيرمينيست، كنطلع انا واحد الدري ديما بحال ديما كنشدو واحد الطواله، وديك الطواله اللي كنشدو كندوز من حدا واحد الليس. المهم الدري عشيرشي كتعرف واحد الدريه جات سلمات عليها، سلمات عليا انا وقعدت دوا معاها. المهم الدري عجبتني وعجبتها، فهم الشيء اللي بان ليا من النظاره ديالو هي هذيك. المهم صافي، انا الدري شديت الطراق، قلت لها شوف، قلت لها الدري جات سلمات عليك عجبتني انا، قلت لها المهم، قلت لها الدري عجبتني راه شوف البطاك النمره ديالها، بغيت نتعرف عليها الا بغاش. قالت لي صافي، قلت لي انا غنمشي للدار غندوي معاها، لا بعطيك النمر ديالها راه هي هذيك. المهم مشينا للدار، الدريه صيفطات لي، الدريه شي شي اخرى معايا صيفطات لي ميساج، قالت لي راه فلانه صيفطات لك ميساج عطاتك النمر ديالها بغيت دوم معاها. مرحبا، المهم هي هذيك. يعني باش نفهمتها لدابا، يعني هاد البنت كتقرا معاك، تلاقيتو مع صديقه ثالثه، هاد الصديقه الثالثه عجباتك، طلبتي الرقم ديالها من عند الصديقه اللي خدامه معاك اللي كتقرا معاك، جات باللي صيفطات لك ميساج في واتساب قالت لك راه بيناتكم تبادلتوا الاعجاب وها هو الرقم ديالها، تكلمت وياها ياك؟ وي وي خو. تما راسي نور الدين. المهم الدريه دوش انا وياها في واتساب، يعني مابقيتش معاها شي صعوبه، فهمتش كيفاش ما بقيتش معاها؟ المهم دوينا السيمانه تصاحبت انا وياها، دوزت انا وياها تقريبا شي تلت شهور تقريبا انا وياها، يعني 3 شهور. يعني نتوما اون فوا تعرفتوا على بعضياتكم دزتوا ليطاب الاخرى، ولات بيناتكم علاقه حميميه. فوالا علاقه حميميه. المهم الدري انا كنت واخد عليه في الاول واحد النظره زوينه، حيت الدري هذاك النوع اللي كيدير بزاف طويل، تقدر تشوف انت في الزنقه تقول ما نوقف عليها. هو شتي حنا الرجال شحال خايبين، فوالا حنا الرجال خايبين، ولكن الشوفه ديالنا راه ماشي هذيك، بعض المرات اي حد ماشي الشوفه. ودابا دابا سي نور الدين، دابا سي نور الدين، السيده عجباتك ياك؟ وي. بغيتيها، تبادلتو نتوما الارقام، ولكن نهار يمكن وهبات لك راسها وليتي كتشوف فيها شوفه ناقصه. لا صافي، الدري اللي كانت في الشكل خاصها مشيت معايا للدار، فهمتي؟ واش ترى قلت لك حنا رجال خايبين. علاش يا سيدي ما تقولش بان هاد البنت بغاتك وحباتك؟ لا اسمح لي اخو حسن، الدري ما تبغيكش السيمانه، الدري ما تبغيكش في يومين، فهمت؟ لا تقدر تبغيك لو كود فود غير يقدر يجي في 30 ثانيه، يعني الحب يعني تاع علميا الحب يقدر يطيح في 30 ثانيه، ما كتعرفش راسك باش تبليتي، يعني الا انت عجبتيها تعطيك راسك شي حاجه الوجي، فهمت؟ تقدر تناقش معاك تجيب الافكار ديالك شحال من حاجه، ولكن باش تجي معاك للدار وتسلم لك راسك. وعلاش انت سلمتي لها راسك؟ ابي زعق، فهمتيني شي حاجه ما متقبلهاش، يعني شويه ديال الوقت. وعلاش انت نور الدين سلمتي لها راسك بكل سهوله؟ ولا بالنسبه للدري ماشي هو الدري، فهمتش؟ علاش الدري سيط عليه راسه ويقدر يسلمه لاي واحد؟ لا
اسمح لي الدري المهم لقاو جوج في دار وحده وصار ديالهم شكون غيلوم غيلوم الدري ولا غيلوم الدري؟ لا نغلومهم بجوج يعني حتى الدري حتى الدري ما يمشي حتى الدري شفنا العادات ديال المجتمع ديالنا راك عارف فهمتي تهضر على راسك ما تهضرش على المجتمع انا فهمتيني شوف نور الدين هي باش نفسر لك واحد الحاجه ملي كتكون واحد العلاقه رضائيه فالطرفين بجوج كيتحملوا المسؤوليه 50% 50% يعني حتى الدري حتى الدري عطى راسو البنت حتى انت راه عطيتيها راسك يعني انت هانيه وهي لا هي ما مزياناش انت الله يعمر لك الدار هي اللي ما مزياناش هي هذه ماشي مشكل ما غندخلوش في هذا الديبا هذا دابا غادي نسرعوا القصه شويه انا مني طرا بيناتكم اللي طرا وي خويا انا انا في الاول قبل قلتي لي سحرات لي فهمني هذه القضيه هذه سرع لي القصه انا جيت نهضر اخو المهم الدريه معايا اش نقول لها نقول لها شوف معك معك ماشي معك في العلاقه شنو كتقول وي نقول لها ما كاين نقول لها باش نجيك نيشان ولا بلا ما نتعيش معايا لا في الاوهام لا في الاحلام لا في التلاعب انا ما كاين لا حب لا والو المهم غنكملوا في حالك كنتي تقبلتي هاد الغلاصه ديال انا واف غنكملوا ما تقبلتيش الشيء اللي كنديروا صافي الناس كلش طريق فهمتي عادي غير باش يكون بيني وبينها واحد التواصل فهمتي باش هي ما تحقدش عليا وانا ما نحقدش عليها فهمتيني المهم هي ما قالت لي والو ديك الساعه الدريه كملات معايا واخا حسيت بهاد الهضره قلتها توشات شويه فهمتي المهم الدريه كملات معايا هي هذيك المهم انا في واحد البيرود حسيت براسي ماشي هو هذاك تباسم اي شو هذاك لا صاح فاش كيمشي لا يعني سي نور الدين انت فواحد انت وصلتي لواحد المرحله ما بقيتيش كتحس براسك مزيان علاش لا والو الدريه واقفه عليا بالليل اخو حسن كيفاش واقفه عليك بالليل الدريه ناس واقفه عليا بالليل ما والو الناس بقاش باغي يجيني خصنا فوقاش نشوفه فوقاش نتلاقى معاه فوقاش تكون معاه انا في الاول ما والو كنت كنحس مع بالتلاعب فهمتش فرانكوك واحد اللونغاج بحال شي مونيكا معايا فهمت ما كنتش مع بوال ولكن من بعد وليت في الدار والدريه انا خاصها تكون معايا خاصها هادشي 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 شحال داز ديال الوقت باش وصلتي لهاد المرحله هادي وي شحال ديال الوقت تقريبا درت مع شي شهرين فحال هكا شي شهرين وليتي في الاول كانت علاقه عابره وي يعني بحال قلتي لي اخو نور الدين اتفقتي انت وياه علاقه عابره يعني اشنو كاين بحال شي كونطرا ما كاين والو ما كاين زواج ما كاين حتى شي حاجه لا جنيش هي قبلاتي هي بغات بحال هكا واحد الوقت طور الامر بيناتكم ما بقيتيش كتمشي لافاك ما بقيتيش كتقرا ما بقيتيش كتقدر تنعس وليتي كتبغيها وليتي كيبطا عليك كيمشي تلاقى بها وي خويا اكزاكتو شنو هو سبباتي المهم انا في الاول ما عرفتش شنو دارت ليه فهمتش انا في الاول ما عرفتش شنو السبب وصلت لي واحد الناس صونت لي الدري عشير شيني الدري الاول صونت لي ويا نور الدين شين صافي لاباس مالك شو واقع المهم قلت لها شنو كاين قلت لها شوف قلت لك الدري اللي المهم قلت لها كل شيء شو واقع وتقول لي ديك الدري كنت عارفه يوقع لك في حالك ما واحد الدري نيش كان طاح معاه بسبب شويه متسطى ديك الدري بسبب باش شنو؟ بسبب ديك الدري شويه ومتسطع ديك الدري لي واحد الدري اخر كان طايحه معايا فهمتي قالت لي انا في الاول قلت لي قالت لي قلت لي حمر شي فام بغيت نقول لك واه بلاتي خربقتينا نور الدين دابا هاد السيده صديقه ديالك قالت لك راه كانت مع واحد الولد كان غيتسطى يعني كان غيتسطى بالحب ليها كان غيتسطى هي بغات تفهمني زعما راه خدماته فهمتي كيفاش خدماته يعني ولات سحرات ليه الوالد سدي سدي معاك الباب سد سمعتيني واخا سي نور الدين بقى معايا وخلي الواليد خلي الواليده نور الدين غادي نجيك من الاخر بحال اللي كنقولوا غنسولك علاش غتسحر لك هاد البنت على الاملاك على الاراضي على الجمال على الفلوس علاش غتسحر لك هاد البنت علاش اش متقبلاش جيك هذاك البلان ديال ومني بغات تسحر هادي ماشي تقليل منك ولكن انت شاب باقي كيقرا يعني انت ماديا ماشي شي انسان نكمل الشريف راه هي براسها قالت لي خلينا نكمل ليك اصاحبي انا بغيت نعرف بغيت نوقف معاك في هادشي ديال السحور كيف ملي سحرات ليك شنو وليتي كتحس واحساج
مشكل اخو احساس ما منوصف للناس والو مبقاش كيجيني الا نهار اللي شناول مبقاش كيجي الناس والو مبقاش كيجي الدريه واقفه عليه بالليل. كيفاش واقفه عليك؟ يعني كتنعس كتحس بها حداك؟ كتحس بها حدايا با والو. خصنا فوقاش غدا خصني نصوني الا خصها تكون معايا فهمتي. ورا الحب هذاك زعما ما كنعتقدش انك كاين جن حنا ما حنا غندوز الدريات الله يهديك الصح مشاني يعني انا ديك فهمتي ديك الشيء مدوز وانا فهمتي بزاف الحب فهمتيني صرتين. ولكن اخويا ما كنعتقدش ان كاين شي جن المهام ديالو في الحياه انه يفكر بالليل سينالطين في ديك السيده. وني بغيت انا بالتجربه ديالي سحر سحر زعما اللي يقدر يجيب نور الدين يقدر يجيب ميسي يقدر يجيب كريستيانو يقدر يجيب الشيء ما نفكرش داك الشيء كيبقى ديالو فهمتي. غير انا يقدر يجيب نور الدين يقدر يجيب مارك زوكربيرغ مول الفيسبوك. علاش بالضبط نور الدين؟ هو اخو حاتم تبكش انا بس تعرف الشعواده كيبان لي ياك. لا انا هذوك مسائل شخصيه ديالي ولكن انا فقط سالتك علاش اللي غادي يجيب مارك زوكربيرغ اللي غيجيب نور الدين ما يجيبش كريستيانو ولا ميسي؟ علاش غادي تسحر لواحد السيد اللي تماديا ما غتربحش معاه؟ دابا انا كنبارطاجي معاك التجربه ديالي فهمت كنقول لك شنو هو كاين. انا فاهمك داك الشيء يعني انت ما تحاولش حاول تفهمني فهمتيني حاول تفهم. انا حاول انا كنفهمك اخويا نور الدين كمل لي فوالا بحاسه خش انا داك الشيء انا براسي في ديك البيرود ما كاينش كي صحابي داك الشيء بصح واقع عليا فهمتش. انا ما كنتش كتحاب لي الشراء على السحور واقع عليا كتحاب لي شي حاجه عاديه فهمتش. انا كنت كتحاب لي راه انا وليت كنبغاه فهمتيني. كيفاش غتكتشف بانه سحور؟ فوالا هذا هو السؤال اللي خصك تطرح. اسمح لينا اخويا الدين والله اخو حاسه حتى الشيء كاين هاني السي نور الدين كمل كيفاش غتكتشف بانه سحور؟ المهم قلت الدري عيطات لي الدري شحال شي تقرا معايا عيطات لي قالت لي الدريه ما بغيتش نقول لك دير منا اطونس الدريه راه دارهم راه معروف معروفين بداك الشيء فهمتي. المهم انا داك الشيء تخلط عليا من كاع البلايص ما بقيتش فاهم والو شنو درت. حبس كلش مشى عند الوالده قلت لها الوالده صافي انا التليفون كارت هرس السام بقيت كندخل للفيسبوك لو قلت لها الوالده ما بقيتش فاهم والو جربي شنو دير قلت لها صافي الدق تخلط عليا تقريبا اخويا حسن شهرين ثلاث شهور وانا في الدار الوالده كتلبسني في البيجامات ديال العيالات تبخرني هاد الفقاع هادشي كامل حين طحتي في حب ديال بنت بزاف اخويا حسن الله يعزك بزاف داك الاحساس واخا نعيا ما نوصفش بغيت نبقى معاك في هاد القضيه ديال كتلبسك البيجامات ديال العيالات علاش كتلبسهم ليك مثلا؟ ما عرفتش هي مشات عند الوالده فهمت مشات عند الفقيس سولا شو قال لها تلبسي فهمتي جربي فهم داك الشيء ديالهم فهمتيني يعني بدات كدير لك البخور شحال تكون خسرات عليك ديال الفلوس؟ تقريبا انا اخويا حسن في ثلاث شهور تقريبا شي 2000 درهم بحال هكا على حسب ترونسبور وكلشي تقريبا. يعني كتجيب لك البخور كتبخرك؟ وي. كيفاش كتحس ملي كتبخرك؟ كيتشد عليك الحال؟ كتحس بوالو ديك الساعه فهمتي مع الوقت كنت كتحسن شويه فهمتيني مع الوقت بديت شويه كنتحسن. انا لان السؤال اللي ما بغاش يتفهم ليا علاش بالضبط ربطتي هادشي مع الجن ومع السحر؟ علاش ما قلتيش اودا نور الدين انا راه واحد البنت كنبغيها؟ حيتاش هي في الاخر اجابه غتصدر من عندها هي تقول لي تقول لي درت لك هذا الشيء حقاش انا كنت كنبغيك وانت ما كنتش مدافيه موال كان ما على بالكش بيا قلت لي انا كنت كنبغيك وانت ما كان على بالك بيا البوال. يعني هاد السيده عندها قوى خارقه تقدر اي واحد يجيو. هي شارفات لي وقالت لي شنو درت لك فهمتيني؟ شنو قالت لك؟ شنو درت لك فهمتي؟ شنو قالت لك درت لك؟ فهمتيني؟ شنو قالت لك درت لك نور الدين؟ خذات لي الما ديالي اخويا حسن في كلينكس. في كلينكس داشو معاه وانا ما جريت والو عشان الدري واخا كنت كنثيق فيها ثقه عاميه فهمتي يعني الدري ما كنتش مال اللي فيها عادي فهمتي معتبر شي حاجه قريبه لي ولكن داش منا اطونسي ولا اللي فوت لي درت فهمتي يعني. واخا اللي بغيت نفهم دابا اخويا نور الدين ان اي مراه في العالم الى استطاعت تاخذ الماء ديال الرجل او المني ديال الرجل تقدر تخليه كيبغيها على حساب التجربه اللي عشت انا ممكن ممكن باش يوقع لي انا ممكن فهمتي يعني.
انا دائما كنت سائل علاش هاد الفقهاء كيحتاجوا لواحد الانترميديير اللي خديجه وفاطمه وحليمه والسعديه الى اخره من الاسماء يعطوها 4000 ريال ويعطوه 100 درهم، علاش ما يتكلفش هو ويقول للجن ديالو مثلا يجيبوا ليه فلوس ولا يقوم باعمال اخرى؟ وعلاش حنا الرجل المغربي فيما كيبدا كيحس بالاحساس لشي بنت كيبدا كيقول ساحره ليا موكلاني كتبغيني؟ انا بشخصيا ما كنتش عارف كنامن به شفت معك صاري فهمتيني، ولكن بعد ما انا عشت وهي اعترفت لي وبعد ما تفوسخت هادشي وليت بخير وليت كنامن به فهمتيني. يعني ملي تفوسختي ولي انا شنو اللي جعلها هي تعترف لك مثلا؟ فوالا انا جيت لهضر دابا انا من الدريه قالت لي شنو هو كاين، يعني انا شكيت ملي بقيت كنتفوسخ هادشي بحال زدت تاكد فهمتيني. مهم درست واحد البيرود حسيت براسي وليت باها شنو غندير، غندخل الفيسبوك الدريه مصيفطه لي ميساج وي فينك وكويك لاباس اش كاين دخلت عليك؟ لا 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 ما كاين والو. قالت لي بغيت نشوف فاش انا بغيت نشوف باش فحال ما كاين والو. قلت لها ايد قلت لها اسمعين قلت لها روح ميمشي غتقولي لي درتي لي داكشي كامل حقاش كتبغيني؟ قلت لها قسما بالله ما غنأديك وغنكمل معاك عادي. صافي الدريه باش كتشفكي لي داك باش كتشفكي لي قلت لي انا حقك شتا نبغيك وهادي ونزمتي من الدافية لوالو داك الشغل اللي داك دابا حيت الوقت ودايمون الاخ نور الدين دابا اش درتي معاه؟ بقيتي معاه ولا اش درتي؟ قالت لي داك الشيء غير محبه قالت لي درناه المهم انا مني عشرفات لي ما كملش معاه عادي. قالت لك بركه درت لك اه دابا فين وصلتي معاه؟ واش باقي معاه تفرقتي معاه؟ لا كاسيش معاه شحال هذا ايه وشكرا لك بزاف اخو نور الدين لان الوقت ودايمونا على هذا البوح السريع ديالك تهلا لي فراسك اخو نور الدين شكرا على الاعتراف. السلام عليكم معكم ماريو موعدكم مع البرنامج الاكثر جرأة اللي غادي تحكيه وتسمعوا فيه اغرب القصص من وسط المجتمع المغربي. الو ماريو من اثنين للجمعة 11 12 جليل على شدي فام. السلام عليكم معكم ماريو موعدكم مع البرنامج الاكثر جرأة اللي غادي تحكيه وتسمعوا فيه اغرب القصص من وسط المجتمع المغربي. الو ماريو من اثنين للجمعة 11 12 جليل على شدي فام. كنشكر الاخ نور الدين بزاف على البوح ديالو اللي كان لنا اليوم ودائما في الو ماريو من دابا حتى 12 ديال الليل ما تنساوش الا بغيتو تشاركوا معنا حتى نتوما القصص ديالكم صيفطوا لنا رساله على الرقم 5566 وانا غادي نقرا الرسائل ديالكم وغادي نحاولوا ندوزوا اول 10 مستمعين الاسبوع المقبل باذن الله تم رساله هو 6 درهم تي تي سي. والان عندنا واحد الاعتراف اللي خاصكم تسمعوه مزيان باش حتى نتوما تحضيو راسكم. ومعنا الان الاخت لمياء 22 سنه من مدينه الدار البيضاء اللي عندها واحد البوح اللي كنت منكم انكم تسمعوه مزيان لانه فيه عبره لجميع الناس اللي كيسمعونا. الو لمياء. الو السلام عليكم. كي دايره لمياء لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله بارك الله فيك. شنو كتعاودي صحيحه بخير؟ كيف الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله. كيف بقات الوالده بعدا؟ الحمد لله شويه هي انا اللي كنت مريضه ماشي ماما اللي كنت جوزكم مرات. الحمد لله. عاودي لنا من الاول كيفاش تم النصب والاغتيال عليك؟ المهم انا خويا كان عندي تليفون اكس وبغيت نبيعو. ما نقولوش النوع ديال الهاتف. ممكن عندك واحد تليفون ساوي تمام؟ صافي واخا. قلت لك كان عندي تليفون المهم بغيت نبيعو. فاش بغيت نبيعو درت واحد لانونس في الانترنت في واحد الموقع للبيع والشراء. فاش درت هذيك لانونس عيطت ليا واحد السيد. هذاك السيد تقريبا لاج ديالو من 22 عام حتى 30 عام المهم باقي صغير شويه ماشي كبير. عيطت ليا قال لي فوالا انا التليفون راه بغيتو هادي وهادي. قال لي واش تقدري تجي عندي لواحد البلاصه حدانا قريبه لينا كيقول لها مارشي ديال السيال. قلت لي خويا لا انا ما نقدرش نمشي لتما حيت تما اصلا معروف انه تيكونوا الشفاره وداك الشيء. قلت لي ما نقدرش نمشي لهذيك البلاصه الا قدرتي. قلت له جي عندي ونخرج لعندك ماشي مشكل يعني غير قرب ليا شويه وندي بلاصه لعندك انايا. قال لي صافي واخا انا باش ما كان غنعاود نعيط لك.
المهم بقى داك النهار كامل هو تيعيط ليا تيعيط ليا تيعيط ليا. المهم في الاخر دار معايا غادي نتلاقاو في واحد البلاصه قريبه ليا شويه. صافي مشيت لعندو. فاش مشيت لعندو المهم هذيك الثمانيه بحال هكاك بديت معايا انا غير خويا وولد خالي باقي صغار شويه يعني داك لاج ديال 18 عام. انا غير بغيت يونسوني وصافي. فاش مشينا مشاو معايا وداك الشيء المهم عطيتو التليفون قلبو مزيان. المهم صافي قال لي الله يربح. قلت له صافي واش نحيد لي دوني؟ قال لي صافي حيديهم. صافي مسحت كل شيء حيدت منو انايا كاع لي دوني ديالي. المهم ما خليتش شي حاجه عطيتو لي بالوراق ديالو بكل شيء. بلاتي بلاتي دابا انت ملي درتي لانونس في هذاك الموقع ديال البيع والشراء تلقيتي اتصالات بزاف ولا هو الوحيد اللي؟ لا لا تلقيت اتصالات من عند الناس وكيسولوني على الثمن. شحال كنتي طالبه فيه انت؟ انا كنت باغا في 3800 درهم في الاول. يعني 140 الف ريال قل 4000 ريال. اه كيعيطوا لك الناس؟ كيعيطوا لي الناس. عيط لي واحد السيد درت معاه 3600 قال لي 3600 درهم يعني 130 الف ريال. قال لي انا غادي قال لي غادي نشوفو باش ما كنعيط. قلت ليه صافي واخا. ما هذاك السيد ما عيطش عاود عيط لي هاد الولد وقال لي اختي الثمن الثمن زوين عافاك. قلت ليه شوف اخويا نفس الثمن اللي قلت للسيد غنقول لك حتى انت راه 130 الف ريال. وقلت له انني قلت ليه ماشي بغيت نبيعو انا قلت ليه بغيت ندوق غير حيت محتاج لانه عندي قلت ليه واحد لوبيراسيون وشحال من حاجه يعني قلت ليه محتاجه غير فلوس للطبيب هادشي علاش انا بغيت نبيع. قال لي صافي واخا. مهم فاش عطيتو التليفون قلت لك مسحت كل شيء هو حتى مسحت كل شيء ما انا ما جبت لي حتى شي حاجه حط التليفون حداه وجبت كارني ديال لي شوك وبدا كيكتب فيه. وهذا الشيء هذا الشيء وقع في يعني في قهوه حنا باركين في قهوه. دابا باش نفهم هذا السيد هذا اتفقتي انت وياه على 6800 درهم 3600 قال لك اختار 4000 ريال. قلت لي في الاخر 3600 درهم يعني تبتك. صافي تفاجئ ليا عافاك نقصي ليا وداكشي. وفاش كاع شفته قال لي عافاك نقصي ليا فاش تلاقينا نيت في القهوه قال لي نقصي ليا شي حاجه. وقلت لي والله خويا قلت لي ما فيها. قلت لي انا بنتي انا شاريه باكثر من داك الثمن شاريه بمليون وعشرين الف ريال. قلت لي يعني انا ويلاه واخدها ماشي بزاف وبالوراق ديالو باقي جديد وكل شيء. قال لي صافي صافي واخا ماشي مشكل. صافي هي هذيك جبت لي جبت كارني ديال لي شيك. انا ما عمرني تعمل بالشيكات وما كنعرفش فيهم انا صراحه. الله انا فاش بان لي تيكتب في الشيك قلت لي خويا واش غتعطيني الشيك؟ هو يقول لي اها. قلت لي انا راه ما ولا شي سيد بعدا تشوفوا سيد قاري وتيهضر يعني الهضره ديالو ماشي ديال شي واحد راه واعي ماشي شي واحد اللي زعما فهمتي ما قاريش ولا شي حاجه. الهضره ديالو صافي تقول هذا السيد راه صافي راه يعني الهيئه ديالو تبعوت على الاطمئنان. كيبان السيد صافي تزاهو وترجع انني ثقت فيه 100%. صافي عطيت الصور بعدا انا ما عرفتش شنو وقع ليا وحق الله العظيم ما عرفتش شنو وقع ليا. فاش عطيتو التليفون كيكتب لي في الشيك ما قدرتش نقول ليه لا ولا شي حاجه. صافي بقيت تمرش بقيت غير كنشوف فيه انا ما بقيت ما قدرت نقول له لا لا حتى شي حاجه. صافي ما بقيتش قادره نهضر ولا نقول شي كلمه بقيت غير كنشوف فيه. ما عرفتش الناس تيقول لك يمكن دار لك السماوي ولا ما عرفتش داك الشيء شي حاجه بحال هكا تيقولوا لك السماوي والسيد كاتب لك شي. دابا انت غادي تكوني كنتي مزروبه على الفلوس. كنت مزروبه فوالا بحال هكاك معينا. شحال كان في الوقت ديك الساعه؟ داك الساعة هو دار معايا مع 7:30 بحال هكاك. انا القهوة انا القهوة مع ديك 8 قلق قسمين بحال هكاك تلاقيت معاه. يعني بقى حتى 8:15 بحال هكاك 8 وقسمين صافي سالينا. صافي انا فاش المهم قال لي الشيك هذا قال لي شوفي اختي. قلت لي انا راه ما تنتعاملش بالشيكات وما تنفهمش فيهم. قال لي شوفي راه ما غادي تلقاي حتى شي مشكل. لقيتي شي مشكل؟ قال لي اوكي لقيتي شي مشكل عيطي ليا النمرة ديالي عندك. ولا ولكن انت ملي ما كتعامليش بالشيكات وما كتفهميش فيهم شوف شوفي معك شي واحد على الاقل على الاقل ناخذ غير لا كارت ناسيونال نشوف. انا ما فهمتش انا هذيك اللقطه لحد الان ما غاديش ننساها حياتي كامله لانه انا ما فهمتش كيفاش درت بحال هكاك. ما قلت ليه لا لا كارت ناسيونال لا اوكا كاع يقول لك مشى قال لي انا غتعرض للسرقه ومشى لي التليفون ومشى لي هذا ومشى لي هذا. كان عليا نقول له ملي غيقول لي ما كايناش لا كارت ناسيونال فيا نقول له غير البيرمي لانه حاط الكونتاكت ديال الطوموبيل وقال لك انا يلاه ستاسيوني الطوموبيل فيها غنقول لك جبد لي غير البيرمي. انا ما فهمتش ما فهمتي. انا بالنيه ديالي قلت الانسان ما غاديش يضحك ما غاديش يكذب عليك ما غاديش ينصب عليك. راه نص مليون راه اكثر من نص مليون تما يعني اكثر من نص مليون. الانسان راه خوك الا بغيتي تاخذ من هكاك قسما بالله الا خسرت اكثر من داك الشيء بزاف الفلوس والهبوط. وعاد باش نمشي انايا باش نمشي للطبيب وداك الشيء استخدمت الطبيب عند بليش ديال ماما مسكينه ديال الذهب بعتو ب 70 الف ريال يعني ضيعني في بزاف ديال الحوايج.
واش فهمتي؟ يعني تشوف انه الناس ما بقاش فيهم انسانيه. عارفك وقلت لي واحد الكلمه، قلت لي شوف اخويا نقول لك غير واحد الحاجه، انا ما تنفهمش في هذا الشيء. قلت لي ولكن انت التليفون خديتي وانا الشيك ها هو خديته، ولكن راه بيني وبينك الله. قلت لي بهذه الكلمه، قال لي شوف اختي ما كاينش مناش تخافي، ما كاينش صافي فاش نخرج من القهوه. ولكن نقول لك واحد الحاجه، وانت عمرك 22 سنه معك خوتك صغار، الا بغيتي تبيعي وتشاري راكي غتبيعي وتشاري من حقك في واحد الثمن اللي هو كبير، ديالي نص مليون وما سهلاش. على الاقل عيط لشي راجل كبير في عائلتكم ولا شي سيده كبيره. دابا انا فاش عطيتو التليفون ما بقاش عندي النمره ديال حتى شي واحد، واش فهمتي؟ هزيت غير التليفون صغير. وتانتي شحال فيه؟ ما والتليفون عنده، ما حد التليفون باقي عنده. عيطي. لا صافي تنسحت كل شيء، انا راني معوله غناخذ الفلوس، حتى نسحت كل شيء. غادي معوله على الفلوس؟ انا معوله على الفلوس. كنقولوا خلاها ولد خالي كيقول لي حنا تنقولوا ها هو دابا غادي يجبد لنا نحسبوا وغنحسبوا في قهوه. بقينا فهمتي من بعد بقينا تنهضروا وكنشوفوا حنا داك بانه ضحك علينا بواحد الطريقه ما فهمتش، يعني كانه ما عندناش العقل. سير شو انا مثلا هما باقيين صغار، انا 20 عام بحال ما عنديش العقل صافي. خرج انا فاش خرجت من القهوه وكنقول لهم لا ما يمكنش، واش انا محتاج الفلوس؟ وخليت لي تليفوني وخديت ورقه، خديت ورقه ودبا لي واحد البوليسي حدا القهوه ولا نخرج ولا نمشي لعندو. قلت الله يرحم لك الوالدين راه عطاني هذا الشيك هذا السيد، وعاودت ليه بحال هكا وداكشي، ويقول لي شوفي رجعي للسيد عطيه الشيك ديالو خدي التليفون ديالك. قال لي هذا غيكون نصاب. قال لي النمره ديالو باش كتبداو؟ نقول ليه بصفر سبعه، ويقول لي هذا نصاب صافي. قال لي هذا نصاب، قال لي رجعي دابا للقهوه. يعني رجل امن اللي تلاقيتي به باقي الله شاف الشيك ما شاف والو، قال لك رجعي للقهوه جري. قال لك ديك الساعه حدا حيت هو البلاصه اللي تعاملت معها فيها انا، وهو واحد القاعده هو كان بارك في القهوه. وفاش وصلت للقهوه انا قال لي طلعي، قلت له غير نزل معايا خوتي وداكشي غير نزل عندي. يعني بعدا تحيه لهذا رجل الامن، يعني هو من حكم العمل ديالو غيكون كيعرف، كيدوز عنده بزاف ديال هاد الشيوخ كيعرف. شوف تبارك الله عليهم راه تيعرفوا هما غير من هادشي. كيقول لي لا بزوج كانوا زوج، كيقول لي لا نصب عليك رجعي دابا راه نصب عليك. عرفتي هو بعد فاش قلت له رجعتي للقهوه ما لقيتيش؟ ما لقيتوش طار ما لقيتوش. هو خدا التليفون شرب القهوه ديالو بالزربه، هز لي دوني ديالو وزاد في حالو، واش فهمتي؟ ما تعطلش. وفاش قلت له خرج عندك قدام القهوه في الاول فاش يلاه غنتلاقاو معاه، فاش خرج ضرب على البوليس كانوا واقفين حدانا، ويقول لي واش نبركو غير في لاتيغاس بعدا. ولكن هو حتى واحد القضيه انه بروف عليه، انا شديت بروف. انا واحد الحاجه اللي ربحتها هي انني فاش دخلت معاه القهوه كاينه الكاميرا شاده ليه الوجه، واش فهمتي؟ الكاميرا شاده ليه وجهه وشاده البيعه والشريه اللي انا ويا باركه، وعطيه التليفون وتيقلب وجبد الكارني ديال الشيك وسينا ليا وداكشي، واش فهمتي؟ كاين الدليل كامل. هذه حاجه وحيده الحمد لله، هذه من رضات الوالدين، حاجه وحيده والنيه. لانه درت في انا تعاملت معها بالنيه، واش فهمتي؟ باش تعامل مع واحد الانسان. دابا بغيت نعرف منين شديتي الشيك هذيك الليله، كي دوزتيها وانت شاكه ولا فاش دوزت بعدا؟ انا راه خديت الشيك وتنقول ما يمكنش ينصب عليا، واخا قال لي السيد بحال هكاك وما لقيتوش عيطت ليه ويجاوبني. هادشي هو كاع كيثبتني كاع، واش فهمتي؟ ما عرفتش شنو كان تيقول مع راسو. عيطت ليه جاوبني وقلت لي الو اختي اميه مالكيك ما كاين شي حاجه. قلت لي فوالا خويا راه الدار تيخاصمو عليا، قالوا لي الشيك لا قدر ما يدوش لك في حسابك غدا. وهادي شوفي اختي، قال لي ما غتلقاي حتى شي مشكل، حنا راه خوت. قال لي شوفي حتى لا كاع ما تفهموش معك الدار، بغيت نرد لك التليفون نردو لك، ما عندي حتى شي مشكل. وانا نقول صافي السيد مادام قال لي بحال هكا علاش غيضحك عليا؟ قلت لي صافي شكرا بارك الله فيك، وانا نقطع. قلت لي خاصم عليا خويا غادي اللي معايا، قال لي دي خاصم عليا، قال لي لا، قال لك بابا لا صافي لا صافي. قلت لي لا، وانا نعاود نعيط لك. قلت لي ها انت خويا الله يخليك هاد الدار جبت لي الصداع وبداو شي خاطبوا عليا وهادي وهادي. ويقول لي شوفي اختي راه والله ما كاين شي مشكل. قلت لي الله يرحم لك الوالدين عافاك. قلت لي انا غادي دابا نتسناك في القهوه، غير رجع عندي عطاك الشيك ديالك ورد لي التليفون. وقول لي صافي اختي ها انت دابا تيتسنى فيا واحد السيد واحد نصطها نرجع لعندك. بقيت باركة في القهوة، رجعت برك في القهوة أنا وخوتي واحد ربع ساعة بحال هكا كنا نعيط ليه. وتيقولوا لي عيطي ليه؟ تنقول لهم لا. تيقول لي كنقول لهم ما بغيتش نبرزطو صافي خليه راه سيد. يعني أنا تنقول شوف أنا تنقول أنه هذاك السيد ما غيضحكش عليه، يعني محترماه. وتصور أنا معاه هذاك الساعة فاش غنبيع له، واحد السيد تيعيط ليه تيقول لي عافاك نديك 100 درهم ونجي عندك حتى قدام الباب ديال داركم ونعطيك فلوسك كاش، وعطاني التليفون راني واقف عليه. وقلت لي خويا السيد دايره معاه ما نقدرش نخوي به. دابا كملي ليا، ما رجعش السيد للقهوة بيان سيور؟ ما رجعش. عاودت عيطت ليه،
عاود عيط ليه مره ثانيه وانا نقول ليه قلت ليه بخويا شنو درتي معايا فاش دازت ربع ساعه شنو درتي معايا هو يقول لي قال لي اختي دابا انا راه عتي راه انا دابا في عين سبع قلت لي خويا بالصرفه وصلتي لعين سبع انا بعيد على عين سبع بالصرفه وصلتي لعين سبع هو يقول لي اخر راني وصلت لعين سبع راه عندي شي حاجه نقضيها وهادي وانا نقول ليه هانت اخويا قلت لي شوف انا نجي عندك حتى لعين سبع قال لي شوفي بعدا غير سيري لداركم دوزي لي باباك انا نهضر معاه قال لي واخا نجي معطل نجي حتى لوحدة اللي ندوزو لك للدار قلت لي لا خويا بابا عصابي ما يقدرش يهضر معاك اللي ما غيعرفش يهضر معاك قلت لي نضي خليك دابا انا نجي عندك حتى لعين سبع ويقول لي واخا نجي لعين سبع قلت له فين ويقول لي حدا مرجع ندير لعين سبع فاش مشيت فاش شديت الطاكسي غادا في الطريق صافي طفى التليفون ما بقاش كاع التليفون صافي ما بقاش من مشيتي لابونك شنو قالوا لك لا غد ليه فاش مشيت لابون قالوا لي راه اصلا السيد مول دير ديكلاراسيون دو فول يعني راه مسوق ليه يعني وفاش يعني واحد السيد في البنك الله يجازيه بالخير قلت لي دابا تفهم الموقف ديالي قلت دابا انا هاد السيد اللي نصب عليا بغيت نعرفو غير واش هو مول الشيك الاصلي ولا لا قالوا لي شوفي انا غادي نجبد لك لاكارت ناسيونال ديالو الفوتوكوبي وغادي نوريه لك وشوفيه فاش شفته لقيت السيد ماشي هو يعني هاد القضيه دي باينه هذا شي واحد طاح ليه الشيكات ولا هذا شفر كارنيه تشيك مول دابا انا فهمتك يعني هذا شفر كارنيه تشيك وكاين صبيه على عباد الله يعني كل مره كي الاولى ماشي انا الاولى فاش مشيت لابون عندهم قال لي خزي انا غير عطيتو الشيك صرفو بالينا بيرو اخر عرفت صافي كنقول انا غير شيك بدون رصيد ويجي عندي ويقول لي خزي هاد الشيء قلت لي بدون رصيد ويقول لي لا قال لي مسروق قال لي مشكل في هاد الشيء كامل انك انت الثاني كليان جيتي لعندنا بنفس الشيك جا ولد قبل منك ناصب عليه في 8000 درهم يعني انا ثاني وحده فهمتي قال لي والولد بقى يغوت علينا هنا قال لي انا ما عنديش اش نغوت عليه هو البنكه ما عندها حتى شي حاجه ما عندها دير لك انا شوف حتى جوستيس باش ندفعوا البوليس ما بغاوش يعطيو عليا قالوا لي غير خصك هذا الشيك تمشي تدفعيه في الحساب ديالك عاد تاخدي هذيك الاتيستاسيون من لا بنك ديالك ما غتاخديهاش من عندنا ما نقدروا نعطيوك حتى شي ورقه ما تريد يعني معك والو انا ما كنخصش يطلع عام ديالو هذاك المزيان غير انك تشوفي التصويره ديالو راه داروا معك مزيان وماشي من حقهم هما اصلا ماشي من حقهم الكومونيكي وتصاور ديال الكليان ولكن حيت شافوا حيت عرفوا بغاو حتى يزيدوا يتاكدوا كملي داكشي اللي كاين صافي انا او بقيت غادا طالعه نازله وتصور انا هي مريضه وشدي الطبيب ما حيلش الطبيب ما حيلش نكمل هذا المشكل وما بغيتش نتنازل مشيت بقيت نسول المهم وصلت الحمد لله شي ناس وراوني وداكشي مشيت عند مول القهوه حتى هو عطاني التسجيل ديال الفيديو درتو في سيدي ودفعتو للوكيل الملك صافي دفعت داكشي كلشي دابا وصلت البرا من الوكيل الملك لعند البوليس وهما تيديروا ان شاء الله الاجراءات ديالهم هادشي اللي كاين وهذيك المره داك النهار اللي تسرقت فيه عاد تصور بقوه الحرقه تنعيط للناس اللي دايرين نفس التليفون في هذاك الموقع تنعيط لهم واحد واحد وتنوسطيهم تنقول لهم شوفوا ردوا البال راه انا راه تنصب عليا راه كاين غير باش يردوا البال حيت كاينين شي ناس ما واخا غادي يبان لك واحد الهيئه انهم نقيين قارين وبزاف د الحوايج ولكن ما غتعرفش شنو كاين وراهم ورا داك الشيء ما تعرفش شنو كاين وهذا الشيء اللي كاين يعني ماشي انت الاولى يعني شخصيا ماشي انا الاولى انا اللي بغيت نعرف مني جبد لك الشيكات علاش في البلاصه ما توقفيش معايا الاب ديالك فين هو خويا انا بابا بغى يمشي معايا قلت ليه صافي ما عندك ليش تمشي معايا انا غير عطيني هاد السيد هذا نصب عليك في كازا ما عندك لا سميتو لا كنيتو لا والو ما عندي حتى شي حاجه شي كنصحك الا كانوا عندك الفيديوهات تقدري تدخلي مثلا كاين الجروبات ديال البنات سيغ انترنيت لا داكشي اللي غادي ندير انا كنت بغيت حتى نسول يعني وتعطيهم الفيديو تعطي غير الصوره ديالو ماشي حتى الفيديو غير الصوره ديالو تسولي عليه يعني الا كنتي متيقنه بانه هو ودار لك هذا الشيء كامل بس كذلك تسهلي البحث على رجال الشرطه وكنتمنى منك واحد الحاجه يعني حنا كنعرفوا حنا في المغرب كيطرى اللي طرى كيجيو الوالدين كيزاولوا كتسمحي لي هذا هو عندك ثم عندك تقول عرفتي شنو تيقولوا لي الوالدين ديالهم
اوكا كاع جا وداكشي ما غنخليهمش يوصلوا لعندك، لانه انا عارفه هاد اللقطه الا تحطيت يعني قدامها غادي يبقاو فيها دوك الوالدين. شنو الذنب ديالهم والدين؟ شوف هاد السيد هذا خاصو يتربى. شكون اللي قال ليه واحد السيد، وتخيلي معايا الله يحفظ امك تكون واقفه على عمليه ب 6000 درهم. انا قلت ليه انا مريضه عندي عمليه، انا قلت له عندي عمليه ما حنش فيها وفي الاخر غتلقاي شده غادي يقصر بها ولا يشري بها المخدرات ولا شي حاجه. انا قلت لهم غير هذاك الشيء، انا فلوسي يكونوا عند شي حد ونعرفه مريض ما نقدرش نطلبه منهم، ما نقدرش نقول له عطيني فلوسي يكون مريض، انا ما نقدرش نطلب حقي، ما نقدرش نطلبه من شي حد اللي مريض، عاد ندي لي شي حاجه اللي ديالو. راه بحال اللي كنقول راه اللي كيدصر بزاف ديال المجرمين هي هاد القضيه ديال اللوح عليهم العار. لا سيدي، كيف ما عقلتش عليك، كيف ما خلاك وشمتك بحال اللي كنقولوا، خلاك كتبكي وخلاك في صداع مع والديك، خاصو يتربى. لانه تصور ما نكذبش عليك، فاش مشى ليا داك الشيء ما بكيت، ما صافي ما بقيتش عارفه شنو غادي صدمتي، ما بقيت لدرجه انهم دارنا ملي شافوني بحال هكاك ما بقاوش يقدروا يهضروا معايا، ولاو كلشي غير مع بعضياتهم تلقاهم تيتوشوا مع بعضياتهم، صافي ما تهضروش معاه، خليوه شوفوا كيفاش ولات ما تهضروش معاه. واش فهمتي؟ لانه واحد الحاجه ديالي انا غادي نقول لك، انا كنتوقع بان رجال الشرطه غيلقاو عليه القبض في القريب العاجل، لان بحال هاد النصابه هادو عندك كاع الدلائل، عندك تصويرتك، عندك حتى اليوم انا ما بقيتش كنفهم انا هاد الشفار علاش مازال كيشفروا التليفونات. يعني الدنيا ولات كلها كاميرات الحمد لله، الدنيا كلها كاميرات. انا هاد القضيه اللي مبغيتش تفهم ليا علاش انه باع وشرى معايا وفي قهوه وفيها الكاميرات وما فهمتش. طمع دابا هذا فهاد القايده راه بزاف المرات لدرجه ما بقاش حاضر راسه. يمكن انا بنت، قال يمكن انا بنت ما غاداش نبقى. لا هذا غالبا المره الاولى كان حاضر راسه وكيشوف واش كاين الكاميرات، لا المره الثانيه دابا صافي بقوه ما ولا عنده داك كارنيت الشيكاره فرق معاك 2 مليونات 200000 ريال ما بقاش قطعين منه شي ربعات الورقات تقريبا بحال هكا خمسه. كنتمنى الناس اللي كيسمعونا الا كانوا غيتعاملوا من داك الموقع من خلال الشيكات وياكم، يا اما الفلوس طانان يا اما تمشي معاك للبنك ويتيلا قدامك. قلتها لي قلت نمشي معاك للكاب شي ديالي حتى شي شوف خلي الشيك ديالك عندك الصباح، هو تليفوني عندي الصباح نعاود نتلاقى انا وياك، الليله لا تفرق فهمتي. ايوا شكرا لك بزاف، بارك الله فيك. ذكرني في الاسم ديالك. لمياء. شكرا لك بزاف الاخت لمياء من مدينه الدار البيضاء على هاد الاعتراف ديالك. شكرا لك، انتما كتسمعوا لينا، بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا الاخت لمياء على هذا الاعتراف ديالها. وبالنسبه للناس اللي بغاو اولا طرات لهم نفس القصه اولا عندهم شي تعقيب على القصه، تقدروا تخليوا لنا رساله في الرقم 5566 ونحاول نقراهم من بعد. ما تزابيوش، حنا غنرجع معكم دابا شويه في الو ماريو على شاده اف ام. السلام عليكم، معكم ماريو، موعدكم مع البرنامج الاكثر جرأة اللي غادي تحكيو وتسمعوا فيه اغرب القصص من وسط المجتمع المغربي. الو ماريو من اثنين للجمعه 11 12 جليل على شاده اف ام. السلام عليكم، معكم ماريو، موعدكم مع البرنامج الاكثر جرأة اللي غادي تحكيو وتسمعوا فيه اغرب القصص من وسط المجتمع المغربي. الو ماريو من اثنين للجمعه 11 12 جليل على شاده اف ام. مرحبا بكم من جديد اعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات في الو ماريو على الشاده اف ام من دابا حتى 12 ديال الليل. إيه كيف سمعنا القصه الاولى، هي واحد القصه اللي بزاف ديال المغاربه ولا بزاف ديال الشباب المغربي اللي ولا مصاحب مع شي وحده ولا اللي ولا كيبغي شي وحده اول حاجه كتمشي لعقله هو السحور. ساحره ليا، يعني بقوه ما كنسمع هذه القضيه ديال ساحره ليا كنت خايل بان سبحان الله عندنا بنادم متر و90 وميسي وكريستيانو بيرلو غير الجمال كيتشتت، زعما حنا راه ما عندنا لا شي يسحروا لينا. شوف عافاكم ثم راه 2019 هذه القضيه ديال السحور وانه يمكن كاين شي كائن ميتافيزيقي حاضك غير انت باش تولي سعاد، باش تولي تبغي سعاد وخديجه او مريم ما كاينلاش. 2019 هذه اللي مع شي بنت وكيحس براسو كيبغيها بزاف وكيفكر فيها بزاف الى اخره، ماشي بالضروره تمشي عند شي فقيه باش تولي داكشي، لا هذوك هي مشاعر. يمكن انت ما مقبلش العلاقه بحكم يمكن كانت بيناتكم واحد العلاقه حميميه قبل الزواج، وهذا الشيء كيخليك تعيش واحد الصراع مع الشخص ديالك ولا بعد الصراع مع نفسك، كتولي تقول هذه عطاتني راسها قبل من الزواج وانا كنبغى، ما يمكنش كتبدا اوتوماتيكمون تمشي لهذيك الطريق، ما عندك فين تمشي، راك كتبغي تزوج بالبنت الا كنتي كتبغيها. والقصه الثانيه
النصب والاحتيال على الانترنت هذا الشيء كثار وكثار 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 بزاف بتطور المعلومات والتطور ديال لي ريزو سوسيو تطور كذلك النصب والاحتيال. النصب والاحتيال اللي كان في التسعينات وفي الالفينات كيكون عند مواليد الذهب وجوج والسماوي ولا دابا السماوي الالكتروني اللي كيتعامل مع شي شخص ما كاينلاش شيكات. انا ديما كنشوف بان الشيك الا ما كان سيرتيفيه من لابونك فهو خصوصا مع انسان ما كتعرفوش فهو نصب واحتيال. مثلا في القصه ديال البنت مشات تاخذ تليفون بالليل هو عطيها شيك علاش ما تصبرش واحد 24 ساعه وتمشي مع لابونك ديالو ويعطيها فلوسها وتاخذ. يعني الا كنتي باغي تبيع شي حاجه حاول تبع الوسائل القانونيه وكذلك حضيو راسكم مزيان من شراء المسروقات. يعني الا بغيتي تشري واحد الحاجه انت شاك في الثمن ديالها سير المقاطعه ودير واحد الورقه وليغاليزي البيع والشراء انت وهذاك السيد باش تحمي راسك ويحميك القانون كذلك. وشكرا لكم جميعا على الاستماع. كنتم في الو ماريو على شدا اف ام والى حلقه الغد باذن الله. تهلاو في روسكم وما تنساوش الناس اللي بغاو يشاركوا معنا يصيفطوا لنا رساله في رقم 5566 سدرام تي تي سي. شكرا بزاف شدا اف ام انتم في الاستماع. السلام عليكم معكم ماريو موعدكم مع البرنامج الاكثر جرأة اللي غادي تحكيو وتسمعوا فيه اغرب القصص من وسط المجتمع المغربي. الو ماريو من اثنين للجمعة 11-12 ديال الليل على شدا اف ام. السلام عليكم معكم ماريو موعدكم مع البرنامج الاكثر جرأة اللي غادي تحكيو وتسمعوا فيه اغرب القصص من وسط المجتمع المغربي. الو ماريو من اثنين للجمعة 11-12 ديال الليل على شدا اف ام.